الأصدقاء الأوفياء نعمة من رب العالمين. حلو أن يكون عندنا أصدقاء يكونوا معنا في أفراحنا ويوقفون جنبنا ويساندونا وقت ما نحتاج لهم أو وقت طيحتنا، يعني يكونوا معنا في كل أوقاتنا. بس الأجمل أن تكونين صديقة لنفسك، تقوينها وتدللينها، لأنك أكثر وحدة شاهدة على اللحظات الصعبة اللي مريتي فيها. طحتي، سقطتي، نعم، بس في النهاية نفضتي هذا كله وقمتي بقوة وبثبات لأنك قوية. أنت جميلة وقوية، مدي يدك لنفسك وانهضي من جديد، والسقوط والفشل أبداً ما يلامك. والحين ايش رايكم نروح مع بعض نشوف شنو محضرين لك من فقرات لحلقه الليله؟ بتشوفون في هالحلقه شلون نعتني بشعرنا ونحافظ عليه. الوظيفه بين الادمان والتعلق، وتقضيه الطفل الرضيع بين الحقيقه والشائعات. عندك بيبي عمره من 6 شهور لين 2 سنين، ودائماً تكثر النصايح حواليك عطيه ولا تعطينا بين الحقيقة والخيال. اليوم إحنا بناخذك للحقيقة اللي بتدلك على الأكل السليم من خلال استضافتنا لأخصائية التغذية أماني النجار، اللي عندها كلام كثير أكيد يهمك. حياك يا أماني. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك دكتورة؟ شو صحتك؟ أهلاً مشعل، تفضل. شكراً. دكتورة أماني، دائماً إحنا كأمهات شغلنا شاغل الأطفال، خصوصاً لو كان رضيع، دائماً ناخذ النصائح من خلال أصحاب الخبرات اللي قبلنا، ومش دائماً تكون الخبرات أو الكلام اللي يقولونه لنا صحي أو صحيح. فإحنا جينا اليوم علشان نعرف بعض المعلومات المغلوطة أو الشائعات اللي ياخذوا منها الامهات ما تكون حقيقه. اهلا وسهلا. لو بنتكلم دكتوره في البدايه عن طفل من سن 6 شهور لعمر 2 سنين، متى نبتدي ندخل المي في الوجبات؟ اوكي، هلا المي من العناصر المهمه لكل الاعمار، لكل الفئات العمريه، لكن اقل من عمر 6 شهور الحليب كافي كسوائل للطفل. بعد عمر 6 شهور تقدر الأم تدخل كميات بسيطة من المي، ما بنقدر نحكي إنها يعني مثلاً كميات محددة، لكن هي ممكن تبلش بمعلقة، معلقتين، مع الوقت تزيدهم لـ30 ملي. لما يوصل عمر السنة ممكن إنه يكون الطفل قادر إنه يستهلك من المي لحاله تقريباً ربع لتر، اللي هي تقريبا كوب مي. مع الوقت بتبلش تزيد الام كم استهلاك الطفل للمي، مثلا نحكي العمر 3 سنوات انه بيستهلك من المي تقريبا 3 اكواب، غير السوائل الثانيه اللي بياخذها من العصائر او مثلا من الطعام نفسه. لازم الام دائما تشجع طفلها على استهلاك المي لانه كثير مهم بعمليات الحيويه للجسم. طيب دكتوره، لو اي ام حين قاعده تشاهدنا، شنو الوجبات المفروض نعطيها الطفل عشان ينام نوم هادئ وما يزعج الأم فترة الليل؟ الأكل له دور كتير مهم بأنه يساعد الطفل على النوم، خصوصاً الأغذية العالية ببعض المعادن مثل معادن البوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، أو فيها بعض الأحماض الأمينية أو الأحماض الدهنية. هاي العناصر بتساعد في عمل الجهاز العصبي على أنه الجسم يرتخي ويخفف توتر، وبالتالي بيساعد الطفل على أنه ينام ويحسن من جودة النوم تبعه. ممكن الأم أنها تعطي بعض الفواكه مثل الموز، التمر، أو فواكه مثل التوت أو الكرز أو الفراولة. ممكن قبل النوم مثل ما هي متعودة بتعطي الطفل حليب، أو أنها بتعطيها مع حبوب الشوفان وبعض المكسرات مثل الجوز واللوز. كلها عناصر غذائية بتساعد الطفل على أنه يحسن من نوعية نومه. نعم. طيب دكتورة، لو إحنا بنتكلم الحين عن تحضير الغذاء الصحي السليم في نفس الوقت يكون شهي للأطفال،
فتعطينا فكرة دكتورة. الطفل بشكل عام بيلفته الألوان، بيلفته الشكل قبل ما يلفته الطعم، فالأم بدها تكون كرياتيف وتكون مبتكرة في طريقة تقديمها للطعام الصحي لطفلها. فممكن مثلا انها تدخل الفواكه، مثلا التمر او معجون التمر، مثلا انها تخلطه مع بعض المكسرات مثل الجوز او اللوز وتعمله بشكل كرات مثلا، وتغطي مثلا بجوز الهند، فبالتالي انه الطفل ممكن انه يحب انه يتناولها. ممكن انها تدخل الحليب او الروب عن طريق خلطه مثلا مع بعض الفواكه ووضعه بقوالب مثلا ايس كريم بالفريزر، وبالتالي بتقدمه له كشكل او بديل للحلويات وبنفس الوقت مفيد له. ممكن تعمل مثلا البانكيك، ممكن ينعمل بالبيت، فيه طحين فيه بيض، وبتقدر تعمل اشكال وجوه معينه مثلا عن طريق الفواكه. مثلا حبوب الافطار بتقدر تخلطها مع المكسر، الفواكه المجففه، بعض المكسرات المطحونه بشكل جيد، وفي كثير افكار ممكن انها تدخل الام فيها الاكل الصحي لطفلها بطريقه مبتكره. حلو. طيب بالنسبه حق الملح والعسل، متى ابتدي انا اعطي طفلي الملح والعسل؟ الملح والعسل يفضل دائما وضروري انه ناخرهم لبعد عمر السنه. بعد السنه؟ نعم. الملح يعني من العناصر اللي ممكن انه جسم الطفل لسه مش قادر يتعامل معه، وخصوصا كليته مش بكفاءه 100% انها تتعامل معه كاملاح، وممكن يؤدي الى الجفاف ونقص السوائل، فبدها تكون الام كثير منتبهه للملح المضاف. ممكن تعود الطفل على طعم الملح، ما يتقبل اطعمه ثانيه، فتاخره قد ما فيها لبعد عمر السنه. بالنسبه للعسل، فيه بكتيريا ممكن انه تتواجد ببعض انواع العسل، فمناعه الطفل لسه مش جاهزه انها تتعامل مع او تحمل الطفل ضد هاي البكتيريا، فدائما الملح والعسل يفضل بعد عمر السنه. طيب لو بنتكلم بعد عن العصائر، مثل عصير البرتقال او العصائر الثانيه، دائما يقولون عصير البرتقال يعني شوي ناخره، فتعطينا بعد فكره عن العصائر. العصائر بشكل عام يفضل انه نعطيها للطفل بكميات كثير بسيطه، وخصوصا للاطفال اللي لسه تحت عمر 8 شهور، لانه ما بدنا تحتل مكان حليب الطفل. يفضل انه نعطيها مهروسه مثلا، يتعود على الفواكه المهروسه او الفواكه المقطعه، يتعود على طعمها ليحصل كمان على الألياف الموجودة فيها. بعض العصائر ممكن إنها تأذي معدته، تخلي يشعر ببعض التهيج أو عدم الارتياح بأمعائه، وخصوصا عصير البرتقال من العصائر الحمضية، هو عصير الجريفروت أو عصير الليمون مثلا، ممكن يكون عصير التفاح أخف، عصير الجزر مثلا، عصير الموز، هاي العصائر أخف على معدة الطفل. كل الشكر لك دكتورة أماني على المعلومات القيمة، ونتمنى كل أم تشاهد هذه الفقرة تأخذ بالحسبان أن أكيد الأكل الصحي السليم أكيد ينتج عنا إنسان قوي وصحي وسليم. كل الشكر لك. شكر لكم على استضافتكم بتلفزيون قطر. شكرا. أهلا وسهلا. التخلص من قمل الرأس بالطرق الطبيعية. يعتبر إصابة الرأس بالقمل من المشكلات المنتشرة، ينتقل نتيجة للاحتكاك المباشر مع شخص آخر مصاب به، وينتشر بنسبة كبيرة بين الأطفال. يمكن التخلص من القمل بطرق طبيعية وآمنة باستخدام الوصفات المنزلية. زيت الزيتون من أكثر الطرق شيوعاً، تتم تدفئة الزيت على النار، تدلك فروة الرأس بالزيت الدافئ ثم تغسل بعد 10 دقائق. الثوم تساعد رائحته على قتل القمل، يوضع على الرأس ممزوجاً بعصير الليمون ثم يغسل بعد نصف ساعة. المايونيز يوضع على الشعر وفروة الرأس بشكل كامل، يلف الشعر بقبعة الاستحمام طوال الليل، ويسرح الشعر صباحاً للتخلص من القمل الميت. الملح يخلط 1/4 كوب من الملح مع كمية متساوية من الخل، يرش على الشعر ويترك لمدة ساعتين.
ويجب أيضاً فحص شعر الأطفال على الأقل مرة واحدة أسبوعياً للوقاية من الإصابة بالقمل ومنع انتشاره. الشعر هو تاج المرأة. اليوم أنا مخذتكم لأخصائية التجميل سامية الصالح اللي بتتكلم عن أمور كثيرة بتخص الشعر وشون نعتني فيه ونحافظ على هذا التاج. حياكم معي. يعطيك العافية سامية حبيبتي، شلونك؟ الله يسلمك، نورتينا. الله يسلمك حبيبتي. سامية، المعروف عنك إن دائما تهتمين وتعتنين بجمال المرأة. احنا اليوم جايينك تحديدا عشان نعرف العناية بالشعر، العلاجات اللي حق الشعر ممكن تنفع المرأة، البروتين او اشياء ثانية اللي بتقولي لنا عنها اليوم. بالنسبة للعلاجات، في الآونة الأخيرة انتشرت مجموعة من العلاجات مثل البروتين، البوتوكس، الفيلر، الكولاجين. فهذه مجموعة للأسف الشديد بعض السيدات أو أغلب السيدات تحتار في أي من العلاجات اللي تناسبها. لذلك أنا دائما أحب أن أنوه بأن هذه العلاجات مهما اختلفت مسمياتها فهي في النهاية تعتبر المادة الأساسية في تصنيعها هي مادة البروتين. مادة البروتين هي المادة اللي أساسا موجودة أو المكون الأساسي في الشعر، مادة البروتين والأحماض الأمينية. وللأسف مع تقدم العمر أو مع كثرة استخدام المواد الكيميائية فهذه مادة البروتين تقل من الشعر فتسبب بهتان، تسبب نفشة في الشعر. هذه الأمور احنا نحتاج نرجع نعززها مرة ثانية بالشعر. انزين، لو اي سيده حابه ان هي تسوي مثلا بروتين في شعرها وتهتم بشعرها، لان انت ذكرتي ان البروتين له مميزات كثيره، فشلون ممكن اميز اذا كان البروتين طبيعي او كيماوي او اشياء مصنعه فيه؟ بالنسبه لماده البروتين تقدرون تحصلون عليها من مصدرين، اما من مصدر طبيعي. المصدر الطبيعي يكون على شكل ماسكات طبيعيه متوفره في فواكه مثل فاكهه البابايا او الافوكادو او حتى الموز. اما بالنسبه حق المصادر الاخرى اللي هي تكون كيميكلز او مثل ما نقول سيمي كيميكلز، الميزه اللي فيها تكون مضافه ان هي تكون معززه بماده البروتين لكن فيها نسبه فرد تتراوح من منتج او من شركه الى اخرى. سامية، لنروح الصالون، شنو يعني اكيد في انواع كثيره حق البروتين، فشنو افضل نوع اختاره حق شعري؟ اي نعم، هذا السؤال جدا مهم لانه موضوعه جدا شائك. للاسف الشديد البروتين الحالي متوفر بالاسواق صاير فيه لعبه تجاريه، مسميات تجاريه تختلف مثل بروتين الذهب، بروتين العنب، بروتين الكافيار. للاسف هذه هي مثل ما نقول خدع فقط للتسويق، لكن في النهايه يعتبر البروتين هو واحد. اللي ابي انصح دائما انت كزبونه لما تروحين الصالون تسالين نسبه الفورمالين اللي موجوده فيه. الفورمالين اللي هي النسبه اللي هو مثل ما نشوف الدخان اللي باغلب الصالونات، وكذلك تسالين عن نسبه الفرد، هي اللي تختلف من منتج الى آخر. في بروتين ابدا ما يفرد، وفي بروتين يفرد بنسبه 90% من اصل الشعره. فهذه المعلومات اللي انت تحتاجين تعرفينها بالاضافه الى طريقه التطبيق. اخذي وقتك في السؤال، طريقه تطبيق المنتج بالخطوات شلون؟ سمي شلون طريقه التطبيق؟ اي نعم، بالنسبه لتطبيق علاج البروتين لازم نكون حذرين فيه ونتبع بالضبط التعليمات اللي موجوده على كل منتج. نعم. على سبيل المثال ماده البروتين اللي احنا حاليا قاعدين نستخدمها، الاهم او الاساس اللي احنا نشتغل عليه ان احنا نبتعد عن الفروه مقدار نص انش. دائما نحاول كثر ما نقدر بان المنتج ما يلامس الفروه، لان في بعض الفروات يصير عندها حساسيه او تهيج او ما تستحمل فيكون عندها ردات فعل بعدين مثل القشره. من بعد ما نطبق المنتج نركز طبعا من بداية الشعر حتى الأطراف، ومن بعدها في توقيت معين لازم نحافظ عليه ألا هو ما بين النص ساعة إلى 45 دقيقة على حسب طبيعة الشعر، إذا كان الشعر ناعم حتى الشعر الكيرلي والمموج. ومن بعد ما نترك الشعر تبتدي مرحلة إما أن إحنا نغسل الشعر ونشطفه إذا كانت العميلة ما تحب في الحصول على مظهر اللي هو مثل ما نقول انسيابي، او يعني تحب تحافظ على تطعيجه الشعر او التموج نفسه. اما اذا كانت ترغب في الحصول على مظهر ستريت فاحنا نبتدي بعمليه السشوار وبعدها يليها اللي هو السيراميك.
سامية شنو محضرت لنا؟ اليوم قررت أن أرويكم مصادر أخرى طبيعية للبروتين، تقدرون تحصلونها مثلاً في فاكهة الأفوكادو، فاكهة البابايا، الموز، وكذلك متوفرة أيضاً في الزبادي والعسل واللبن. طبعاً هذه هي المكونات، تقدرين تخلطينها بشكل مجمل مع بعض، أو أن أنت تقدرين تأخذين فاكهة رئيسية واحدة، مثلاً مرة بابايا، مرة أفوكادو، أو مرة موز. أما بقية المكونات الأخرى فمثل ما نقول عوامل مساعدة لهي عشان تتغذي الشعر. على سبيل المثال العسل يعطي لمعة رهيبة للشعر، فبالتالي بيعطيك ماسك نتيجته جدا جميلة وملحوظة من أول مرة. سامي شنو فائدة الماسك هذا حق الشعر؟ طبعا هذه الماسك غني بالبروتين مثل ما قلنا، راح يعطيك لمعة صحية للشعر، في نفس الوقت راح يحد من النفشة بنسبة تقريبا حتى 40-50% من أصل الشعرة، وفي نفس الوقت راح يعطيك لمعة ملحوظة من أول مرة تستخدمين فيها الماسك. خاصة سامي أن في الماسك أكيد متواجد العسل. طبعا العسل دائما المقدار اللي اتبع فيه تقريبا ملعقتين عسل، ملعقتين من بقيه المكونات. راح نتبع ايضا نستخدم الزبادي، الزبادي غني ايضا بالبروتين. وبعدها نقدر نستخدم المايونيز، المايونيز جدا غني ايضا بالبروتين لانه غني ايضا بالبيض، او تقدرون تستبدلون المايونيز بالبيض، لكن انا افضل استخدام المايونيز لانه اخف رائحه من البيض. اي صح. وطبعا عندكم الموز اختياري، الموز غني بالبوتاسيوم. هذا الماسك ايش كثر نحطه في الشعر؟ والمفروض ايش كثر يعني، كل اسبوع مره مرتين؟ اي نعم، هذه الماسك يفضل ان انت تتبعينه بطريقه يعني خلينا نقول في الاستخدام المنزلي على الاقل مرتين بالاسبوع، ويفضل في كل مره انه هو ينترك في الشعر عن مده ما تزيد عن ساعه. طبعا الافضل وقت ما تحطين الخلطة أن أنت تغطين الشعر ببلاستيك. دائما إذا عرضتي الشعر لأي نوع من مثل ما نقول حرارة راح يسمح بأن الماسك يتغلغل في الشعر، لأن الشعر شوية عنده مقاومة أو مثل ما نقول مسامة، في عندها مقاومة أن هي تفتح المسام لاستقبال المواد. فلذلك دائما ننصح أن إحنا نغطي الشعر كثر ما نقدر، لكن إذا في حالة الشعر عندها تساقط، إذا كنت تعانين من التساقط ننصح أبداً أن إحنا نخلي الماسك من غير أي مصدر للحرارة أو حتى من غير تغطية، لأن الحرارة تسبب أيضاً أن هي نفتح المسام فبالتالي يسبب تساقط زيادة. طيب سامية شي نصيحتك الذهبية اللي كل المشاهدة أكيد منتظرة هذه النصيحة منك؟ طبعاً النصيحة اللي أحب دايماً أذكر فيها جميع متابعينا أن هم يحافظون على روتين أسبوعي وشهري للعناية بالشعر. نعم، كل الشكر لك سامية على هذه الفقرة أكيد اللي كل سيدة تنتظرها، كل الشكر لك. الصدفية مرض جلدي مزمن منتشر، عادة يصيب الجنسين بمختلف الفئات العمرية، تظهر على شكل طفح جلدي احمراري مع سماكة في الجلد مع زيادة تقشر في الجلد، يصيب عادة الجلد الأظافر ويصيب فروة الرأس، وأحيانا قد يصاحب بالتهابات أو آلام في المفاصل بشكل عام. هلا الصدفية أحيانا قد تكون موضعية متموضعة في مكان بسيط أو مكان محدود، وقد تكون منتشرة. هلا إذا كانت الصدفية منتشرة تحتاج إلى علاجات مختلفة عن الصدفية الموضعية. الصدفية الموضعية تحتاج إلى علاجات حسب شدة ولون والطفح الجلدي، أحيانا قد تستخدم الكريمات الموضعية حتى زوال موقع الصدفية، وإذا لم تنفع أو لم تعد هناك نفع من الكريمات الموضعية قد نحاول في استخدام طريقة أخرى مثل العلاج بالأشعة الضوئية، وأحيانا قد نضطر إلى استخدام العلاجات اللي هي نسميها السيستميك أو عن طريق الفم. مرض الصدفية يعتبر الأمراض المتعددة الأسباب، هناك استعداد وراثي مع بعض العوامل الخارجية، بعض الأمراض أو بعض الالتهابات التي قد تعمل على زيادة انتشار الصدفية. وجود الاسترس الصدفية بشكل عام يعني بتزيد بتطول فترة شفائها، بتحتاج إلى فترة علاج أطول، فهو عامل مساعد على ظهورها وليس هو سبب رئيسي. يشجع مرضى الصدفية على العلاج، وذلك للتقليل من أثرها النفسي على المريض،
والتقليل من أثرها المرضي المصاحب الأعراض المصاحبة للصدفية، لكون علاج الصدفية مبكرا بقلل من حدوث الإصابات المصاحبة لمرض الصدفية. نسأله إحنا صغار شنو تبي تصير لين تكبر، كان حلم وأصبح حقيقة من خلال دراستنا الجامعية. الوظيفة إدمان ولا وظيفة عادية؟ هذا اللي راح نتكلم عنه من خلال استضافتنا لمدربة التنمية البشرية جواهر المري، اللي راح تتكلم عن أشياء كثيرة تخص هذا الموضوع. حياكم معي. يعطيك العافية جواهر. الله يعافيك. شلون؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك ويعافيك. حياك الله جواهر. دائماً المرأة تحب أن تكون ناجحة من الناحية الأسرية، من الناحية التربوية في بيتها مع عيالها، وبعد من خلال وظيفتها. فشنو تعني الوظيفة حق المرأة؟ طبعاً النجاحات بتكون نجاح المرأة تبي تنجح في كل المجالات، في مجال أسرتها، في مجال تربيتها لأبنائها، في حياتها الخاصة وحياتها العامة. ومجال الوظيفة طبعاً لازم تبرز المرأة يعني قوتها ونجاحها فيه. فتعتبر المرأة دائماً حافز رئيسي لها مجال الوظيفة والنجاحات اللي تقدمها في الوظيفة. ولما تنجح في وظيفتها وترتقي إلى مراحل متقدمة تحس بالنجاح هذه وتطبقه في باقي المجالات الثانية، ويعكس على أسرتها الأمانة، على أسرتها، على بيتها، وتحفز أبنائها، الزوج، الأقارب. ولما يشوفون أنا كأبناء، لما أشوف نجاح والدتي أو نجاح أختي أو نجاح في هذا المجال، يعطي طاقة إيجابية حق الأسرة كاملة. فالنجاح الوظيفي مطلوب، والنجاح الوظيفي مقدور عليه وسهل أن الواحد يقدر يبدع فيه وينجح فيه. احنا راح نتكلم عن الخطوات الاساسيه عشان احقق فيها النجاح الوظيفي، بس في البدايه حضرتك ذكرتي ان تكون هي ناجحه في كل المجالات، سواء في الاسره، سواء في التربيه، سواء في وظيفتها، بس في بعض السيدات ما يقدرون يحققون هذه الموازنه جوهر، فتلقينها مثلا هي مقصره في بيتها او مقصره في وظيفتها على حساب شغلها، والعكس صحيح. فشلون تقدر ان هي تحقق هذا التوازن؟ طبعا هو في إمكانية توازن، وعندنا أمثلة كبيرة جدا في المجتمع وإيجابية جدا، ونعرفها وتعرفينها، وحتى المشاهد يعرفها ويشوفها على الواقع. بس أحيانا الوظيفة تطغى شوي على المجال الأسري لما يكون توصل المرأة إلى حد نقدر نسميه الإدمان الوظيفي، سواء من حب، يكون حب في العمل وتعلقها فيه، أو كهاوية فيه، أو كموهوبة فيه، أو أحياناً للأسف أن تقول المرأة أنا لازم أثبت نفسي ولازم أثبت قدراتي، ودائماً تشوف نفسها أقل من ذلك، مع أنها حققت النجاح والكل يثني عليها في المكان وفي المجال، وتلاقينها حتى هي لامست هذا النجاح في نهاية العام الوظيفي في الاستبيانات، في محققة هي هذا النجاح، لكن لأنها تلها وراء النجاحات، ولأنها تسعى للأفضل دائما، ولأنها تسعى للمثالية، وأنها تكون الأمثل دائما، فهني نقدر نقول إدمان وظيفي. والإدمان الوظيفي ممكن يطغي على الأسرة بحيث أنه يأخذ حيز الأسرة أو حيز من وقتها الشخصي. في منظوري العمل ينتهي في وقت العمل. إنزين، شلون أنا أحقق هذا التوازن جواهر، أن أنا يعني أكون مرتاحة في شغلي وخلص شغلي في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت أروح بيتي خلاص أنا نسيت الشغل، والحين أنا في بيتي مع عيالي مع أسرتي، أحقق فيها ذاتي بعد اللي المفروض أنا أحققها مثل ما حققتها في العمل؟ هي معادلة بسيطة للأمانة مشاعل، والكل يطبقها وقادر على أن يطبقها. هو بس تخصيص أوقات الفراغ للوقت، يعني أو أوقاتي الشخصية للمسائل الحياتية الشخصية اللي بي، وقت العمل للعمل. لما أخصص أو أجدول وقتي بهالطريقة، بيكون عندي الوقت الكافي للعمل والوقت الكافي للأسرة. أنا بقولك شنو يصير، يعني بعض المجالات اللي تطغى عليها، ليش إنه ممكن العمل إنه نقصر فيه أو ندمن فيه، أو ممكن نودي العمل معانا للبيت، لما أخلط الأوراق
وأخلي وقت العمل جانب حياتي. مثلاً بعض الموظفات في أماكن عملهم ممكن مكالمات هاتفية خارجية، ممكن مكالمات وتواصل اجتماعية، ممكن يعني قاعدة ما تنجز عملها، يعني تأخذ لها رست بس طويل جداً. هذه اللي أدي على أنها تراكم العمل عندها وممكن أنها تأخذ العمل إلى البيت. لكن مو بالكل يعني هالشيء، بعض الموظفات وطبيعة عملهم لا يأخذ حيز جدا ممكن تأخذ عملها للبيت. لما أخصص وجدول عملي وخاصة يعني هذه اللي ممنوع جدا وبتاتا أن الويكند أقضيه في العمل، الويكند أسري بحت، الويكند للأطفال والأبناء، الويكند لي أنا. صحيح. توني بقولك لي أنا، فالمفروض أن أنا مخصصة هالجدول مجدولته، فتوزيع الأوقات والساعات بجدولة صحيحة حياتية صحيحة ما يمنع أن جدولة يومية، جدولة شهرية، جدولة سنوية لهواياتي، المجالات اللي أنا أحبها، لأبنائي. زين وين هاي كله من وين السفر، وين موقعه؟ صحيح. أكيد أنا مسوي حاطة لي وقت معين، فدام لي خصصت الأوقات هذه أنا قدرت أهني أوازن بين العمل وبين الأسرة. جوهر بجانب نحن نتكلم عن أن الإنسان شلون يحب شغله ويوصل لدرجة الإدمان، إدمان العمل، في جانب آخر اللي هو اللي يقدمون على التقاعد المبكر أو اللي تكون عندها شهادة ومش حابة أن هي تشتغل وتقول لك لا خلاص أنا مكتفية أن أنا أقعد في البيت وربي عيالي. إنزل العيال بكرة بيكبرون، إيش بتسوي؟ صحيح. يمكن طريقتها وتفكيرها في هذاك الوقت أو تخطيطها كان صحيح لأن عندها هدف تبي تحققه، بس أنا أنصحهم إن خلاص مو بتوقفت الحياة سواء للشخص المتقاعد أو الشخص هذا اللي قرر من البداية إن يعني كسيدة وإني أجلس في البيت وأربي الأبناء، أنا أرفع لها القبعة على قولتهم، يعني لأن الله يجزاها خير بتنشئ لنا نشأ صالح بإذن الله، وهالنشأ اللي احنا نبيه بيكون على كاهلة تطوير هذا المجتمع. طيب أنت وصلتي في مرحلة الأبناء خلاص استقروا وادخلوا حياتهم العملية، أنت وين الحين مكانك في المجتمع؟ هني أنا أقول لها حياك الله يا مرحبا، في أماكن كثيرة تستقطب هذه السيدات، تستقطب الأعمار، لا تقول عمري أنا وصلت من العمر، ابدا ابدا ما تحط في بالها، بالعكس هي بتكون شخصيه مثمره وطاقه ايجابيه بحيث ان حالها حال ترى الموظف الجديد، بس هي بتجينا بخبرات، بتجينا بقوه، فعندها من الخبرات الحياتيه، عندها من الخبرات طبعا طبعا اكيد، وماخذه من خبرات الاخرين سواء الاسره اللي حولها، سواء الابناء اللي متوجهين للعمل، سواء فهذه الشخصيه انا اقولها جربي، ادخلي مجال وظيفة العمل، استمتعي، لا تخلين الفرصة هذه تطوفك. للأمانة يعني اللي جرب العمل ووصل إلى حب وعشق هذا العمل ترى صدقيني يوصل هالفكرة للآخرين ويقول على الأقل التجربة في الحياة، في حياتنا هذه المفروض إن إحنا نجرب، هي تجارب وانت احكم بعدين ناسبتك ما ناسبتك، فتدخل المجال وتجرب الوظيفة وتجرب العمل وتسعد بهالوظيفة وتشعر بالطاقة هذه الإيجابية اللي راح توصل لها إن شاء الله بإذن الله. صح. كل شكر لك جواهر، عطيتينا طاقة حلوة إن نكمل فيها شغلنا أكيد ونحب فيها عملنا، كل شكر لك جواهر. العفو والشكر موصول لكم صراحة على هالموضوع الرائع، أكثر من رائع للأمانة. شاكرة الجميع، شاكرة طاقم تلفزيون قطر، وشاكرة المشاهدين اللي يشوفون حلقتنا. شكرا لك. بهالشكل وصلنا لنهاية حلقة الليلة، نتمنى يا رب الحلقة نالت على رضاك وعجبتك. قبل أن نروح دائما نهمسلك بها مساتنا النسائية ونقول لك تحملي بعمرك، خليك إيجابية، دائما اقعدي مع الناس الإيجابيين. إلى اللقاء.